ما هي نصيحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز لرجل لا يؤدي الزكاة؟ نصيحة له لعل قلبه يلين ونرجعه إلى صوابه. ما سمع فيما مضى إن كان حاضرا ما فيه الكفاية لتحريك قلبه لأداء ما فرض الله عليه من الزكاة. فنصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله ويتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح، وإن بخل بالزكاة ولم يؤدي حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب ذلك وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة، ونسأل الله العافية. المال زائل وأمره سهل ولكن عواقبه وخيمة لمن بخل بحقه ولم يؤدي حقه، تجمعه من كل طريق ثم تدعه لمن بعدك ويكون عليك حسابه وبلاءه. فاتق الله وتذكر الوقف بين يدي الله وانه مجاب كل عامل بعمله وان هذا المال بريه كما قال عز وجل انما اموالكم واولادكم فتنه، قال سبحانه ولا بلوكم بالشر والخير فتنه. فالمال ابتلاه وامتحان، فان شكرت الله واديت حقه وصرفته في وجوهه افلحت كل الفلاح وصانمك بحقك. وإن الصاحب المؤمن هذا المال تصل فيه رحمه ويؤدي فيه الحقوق التي عليه ويساهم في المشاريع الخيريه وينفع المستضعفين ويواسيهم فغنيمة بحقه عظيمه، واذا بخل به فهو بليه عليه عظيمه وعاقبته وخيمه، نسال الله العافيه. نعم.